Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'a bani Adam bilhaq. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من آخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين ولئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء
فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه. فأصبح من النادمين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه. فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه قتل نفسا بغير نفس أو فسد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاء
rusuluna bil bayyinati summa inna katsiran minhum ba'da dzalik inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Sadaqallahul Azim.